ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غیر امرهن
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن امرأة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما درنا بمكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من معه هدي اذا طاف وسعي بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم قال فقال أتتك بالحديث على وجهه باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر برسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك باب من نحر بيده وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدن قياما وزحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا باب نحر للإبل المقيدة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر اتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقال شعبة عن يونس قال اخبرني زياد باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهم صواف قياما وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بيد الحليفة ركعتين وعن أيوب عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنهم ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح قال مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وقال سفيان وبه قال حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها باب يتصدق بجلود الهدي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريح قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدن وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان السيف بن ابي سليم سليمان قال سمعت مجاهد يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلولها فقسمتها باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
وأذن في الناس يأتوك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إلى قوله فهو خير له عند ربه وما يأكل من البدن وما يتصدق فقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم لا يؤكل من جزاء الصيد والنظر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا يحيى قال حدثنا عطاء عن سمي جابر بن عبد الله يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث من فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قال قلت لعطاء قال حتى اقال حتى جئنا المدينه قال لا وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بكينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا مما قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حدي إذا طاف بالبيت أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وقال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتت بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحلق وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وحوشب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحبه قال لا حرج وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أزورت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج فقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان أراه عن بوهيب وبه قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج فقال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت أنطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر باب الحلق والتقصير عند الإحلال
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم محلقينا. قالوا وما المقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فقال لتحدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. فقال عبدي عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. وبه قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي الزرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال لها ثلاثا. قال ولل المقصرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء. وبه قال حدثنا جبيرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعدهم. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طائف عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. باب تقصير متمتع بعد العمرة. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه اخبرني كريم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروه اي ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. باب زياره يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة بين الليل ويذكر. وعن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منها. وقال لنا أبو نعيم. وبه قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن العرج عن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن رضيع قال حدثنا خالد عن كرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل يوم النحر بمناء فيقول لا حرج. فساله رجل قال حلقت قبل أن أذبح. فقال اذبح ولا حرج. فقال رميت بعدما أمسيت. فقال لا حرج. باب الفطي على الدابة عند الجمرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالون. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاءه اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر ولا الا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد. وبه قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر
فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثني يعقوب ابراهيم قال حدثني ابراهيم ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري باب الخطبة دي أيام منا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل عن فضيل غزوان. وبه قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ فقالوا يوم حرام. فقال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شعركم في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده وإنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا حفص بن عمر وحدثنا شعبة أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن جابر بن زيد سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنهم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سام ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي بن عمر رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. قال تدرون اي شيء اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال هشام بن الغاري وقال هشام بن الغازي أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون وبه قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثني محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادينا حا. وبه قال حدثني محمد بن المثنى محمد بن عبد الله بن النمير وبه قال حدثنا ابي وبه قال حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من اجل سقايته فأذن له تابعه ابو اسامة وعقبة بن خالد وابو ضمرة باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنهم رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابي سعد عن وبرط قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك فارميه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن أن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش هذا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن قتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل حصاة. قال له ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال له ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى. وبه قال حدثني يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يده ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بات الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى.
به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال ويسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بعد الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلهما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلها رمى بحصاة ثم ينهدر ذات الشمال مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف لا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإضافة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف وبسط يديها. باب طواف الوداع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبه قال حدثنا أصبغ بن الفرج. وبه قال أخبرنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قال إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدث حماد عن أيوب عن كرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رخص للحائض إذا تنفر إذا أفاضت. وبه قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نساء وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله
كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا. قلت بلى. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضر صفية بنت حي حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع قريح الكي إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر. قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبتة أو أنا مصعدة وهو منهبت. وقال مسدد قلت لا تابه جرير عن منصور في قوله لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التربية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. وبه قال حدثنا عن عبد المتعالي بن طالب. وبه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب المحصب. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أمساح لخروجه تعني الأبطاح. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ونزول البطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم كان يبيت بذي طوى بين الثانيتين ثم يدخل من الثانية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف 7 93 أو 4 مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينتلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ فيها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وقال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب. وبه قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وعمر وابن عمر رضي الله عنهم. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر واحسبه. قال والمغرب لا. قال خالد لا اشك في العشاء. ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى وبه قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان إذا أقبل بات ذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وبه قال حدثنا عثمان بن حيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهم كان ذو المجاز وعقاد متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب
الدلاج باب الادلاج من المحصب. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري حلقي فطافت أطافت يوم النحر. قيل نعم قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد وبه قال حدثنا محاضر وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل. فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقي عقري ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر. قال لم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب العمرۃ. یہاں سے ہم عمرہ کے متعلق امام بخاری نے جن احادیث کو اس باب میں بیان فرمایا ہے ہم ان احادیث کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں. ابواب العمرۃ. باب وجوب العمرۃ وفضلها. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرۃ. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہم انها لقرينتها في كتاب الله واتم الحج والعمرة لله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. وبه قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جريج عن كرامة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنه عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال إكرمة. قال ابن عمر رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله عنهم مثله. وبه قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم اخبره ابن جريج قال اخبرته قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنه مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد واذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة رضي الله عنها فاذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم قال بدعة. ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن. قالت ما يقول. قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبو عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده فما اعتمر في رجب قط. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطان عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنهم
كمي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث مصالحهم وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الحمان عن قتادة سألت أنس رضي الله عنهم فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا حذبة بن خالد قال حدثنا حمان وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة وقال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا عن وعطان ومجاهد فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج قال وسمعت البراء بن عازم رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين باب عمرة في رمضان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج عن طائن قد سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي منعنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه ولزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية حدثنا وبه قال حدث هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت بمن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة فكان عمرتي باب عمرة التنعيم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن عوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم فقال سفيان مرة سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وتلحد وكان علي قدم من اليمن ومعه الحدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من معه الحدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف فقال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم خاصة
فقال ألكم خاصة هذه يا رسول الله فقال لا بل للأبد باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام أخبرني أبي أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحيت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصب حصبتي أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة فمكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم باب أجر العمرة على قدر النصب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحروم الحج فنزلنا بصرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني من حجك عسى الله أن يرزقك قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغ من توافقكما أنتظر كما هاهنا فأتينا من جوف الليل فقال فزعتما فقلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة باب يفعل بالعمرة وما يفعل بالحج وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوك أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب فقلت لعمر ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيت وأحسبه قال وغطيت البكر فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانقص صفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن وانا يومئذ حديث السن ارايت قول الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشه قل لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما انزلت هذه الايه في الانصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرأته لم يطوف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طواف وطوفنا معه فأتى الصفا والمروة فأتيناهما معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبه قال حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت عن في أمرة ولم يطب بين الصفا والمروة أتى امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن هشام شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر. فقال إن أخذنا كتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلا. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن الأسود عن أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أسوادنا واعتمرت وأنا وأختي عائشة والزبير وفلان. فلما مسحنا البيت وأحللنا ثم أهللنا من العشاء بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أبي العمرة أبي الغزب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قافل من غزب أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض أو ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
باب استقبال الحاج القادم قادمين والثلاثة على الدابة. وبه قال حدثنا معل بن واسد قال حدث يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. وبه قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن عني عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا كان لا يدخل الا غدوه او عشيه. باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة بن محارب عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا. باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد انه سمع انس رضي الله عنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه حركها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس رضي الله عنه قال جذرات تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. باب قول الله وأتوا البيوت من أبوابها. وبه قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا ما جاءوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق بعد نزل فصلى المغرب فالعتمت جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.